بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نستقبلكم ونقول لكم أن قلوبنا مملوءة أسى وحزن ووجع عن شهداء مستشفى الإمام الحسين. حادث مستشفى الإمام الحسين وقبلها مستشفى ابن الخطيب، هذه تراكمات ورثناها من 17 سنة من الفساد والمحسوبية وقلة المسؤولية. هذه الفاجعة الكبيرة يجب أن لا تكون أو تمر مر الكرام، يجب أن نستوقف عندها. لماذا الذي حصل؟ شنو السبب؟ أبنائنا أهالينا مو رخاص عندنا حتى تمر هذه الحادثة مر الكرام. ولهذا السبب أقول لكم أن الدماء ذويكم أمانة في رقبتي. ما يخفى عليكم حجم التحديات الكبيرة التي يمر بها العراق اليوم. مستشفى الإمام الحسين، قبلها من الخطيب، قبلها تفجيرات، قبلها سبايكر، وقبلها عبارة. هذا خير دليل على أن الدولة لن تقوم بواجبها اتجاه المواطنين أو حماية أو حفظ كرامتهم. هناك تقصير واضح، الفساد والمحسوبية على حساب أمان وكرامة الناس، هذا غير مقبول. يجب أن نستوقف عند ما حدث، قلناها مرارا، سوف نستمر بمحاسبة المقصرين. وهذه الحكومة أمرها الآن سنة وشهرين، وتعرفون جيدا الجميع أو البعض حال دائما يعيق عملها وآخرها بعرقلة الموازنة. قلناها مرارا رجاء لا يكون الصراع السياسي على حساب المواطنين وكرامة المواطن. هناك تعمد أن يستمر العراق في هذه الفوضى وأن يبقى العراق ضعيفا، لأن يعرف البعض أن العراق القوي، العراق الصحي سيشكل تهديد لمصالح البعض، وعليه سوف نعمل على استعادة العراق لدوره في خدمة أبنائه وخدمة كل الطيبين بهذا البلد. قمنا بإجراء تشكيل لجنة تحقيقية عن ما حدث في مستشفى الإمام الحسين، واللجنة تقريباً ووصلت إلى نهاية التحقيق، وطلب اللجنة أن تدقق أكثر لكي لا نظلم أحد. نحن لا نفكر بالانتقام ولا أنتم تفكرون بالانتقام، نحن نفكر بالعدالة، نبحث عن الإنصاف. الإنصاف يحتاج محاسبة المقصرين. يوم أمس أطلقنا مبادرة للإصلاح الإداري والاقتصادي عبر الورقة البيضاء، الشروع بها. الهدف من هذه الورقة هو تحسين مستقبلكم، مستقبل كل العراقيين، وإعادة بناء الاقتصاد العراقي المضخم بالطعنات، المضخم بالتحديات، لكي تنطلق هذه الورقة لإصلاح القطاع الصحي، التعليم، الترهل بالدولة العراقية الذي أصبح يشكل تهديد على مستقبل العراقيين، وأعطى فرصة للقطاع الخاص للمساهمة في بناء الدولة وتوفير فرص عمل لأبنائنا. كما وعدتكم سوف نعلن قريبا عن نتائج التحقيق، وسوف نعلن عن الحقائق مثل ما وصلوها الإخوان السادة الوزراء وأعضاء الهيئات في اللجنة. بكل تأكيد ستكون عندنا أولوية الاهتمام باحتياجاتكم وتوفير كل ما يمكن لإنجاز معاملاتكم الحقوقية في أسرع وقت. اللسان عاجز عن وصف
حجم الوجع الذي تمرون به جميعا، وحتى وجع العراقيين تحدياتنا كبيرة، لكن يجب أن نحول هذه التحديات إلى فرص نجاح. كثير من دول العالم مرت قريب من ظروفنا، لكن نجحت تتخطاها. نسأل أنفسنا ليش الشباب طلعوا الظاهرة بالشوارع، الظاهرة لأنه حسوا كرامتهم محزوزة أو حسوا كرامتهم مخدوشة، فلهذا بحثوا عن حياة أفضل لخدمة المجتمع ومحاربة الفساد. يجب يعرف الجميع أن الحكومة كل ما تحاول تتقدم في خطوة يحاول البعض عرقلة أي خطوة. مع كل هذا أخذنا قرار بدعم صندوق إعمار محافظة ذيقار، ومع كل هذا هناك من حاول عرقلة هذا الصندوق اللي بيه خدمة لكم ولبناء هذه المحافظة الكريمة الطيبة. سوف نعمل بكل جد لخدمتكم، خدمة عوائلكم. أرجع مرة ثانية أقول نجدد العزاء لكم، وجعكم كبير، إنا لله وإنا راجعون. أنتم عراقيين مشهود لكم بالصبر وقبول التحديات. أتمنى لكم كل الخير، وأنا موجود في خدمتكم يقوم بواجبي تجاه أهلي العراقيين، أهلي من محافظة ذيقار، أهلي من المفجوعين بهذا الحدث المؤلم.